جابر يا جيران. جابر وين؟ شوفي يا بنتي شوفي. جابر وينو؟ مالهم مالهم؟ وليد جايب معه زعران جاي على الحارة وقال في مين بيحرق البيت اللي فيه. وليد بس شباب الحارة وقفوهم براس الشارع وعلقانين معه. جابر وينو؟ وقلت لك راح راح مالهم. طيب خالتي اهم شيء هلا لا تفتحوا الباب لمين ما كان، عم تفهموا علي؟ ايه عم نفهم. قولي على قلبي شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ نجوى لك وين انا باي تبعك احكي مع شافي. يا وليد عيب عليك ارجو 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 هالمرة هالحارتك حموكي بس والله والله ما انتاركتن وكل يوم لكم طرمة مثل هاي يا عم بتلحلوا على الحارة مثل الكلاب قاعدة هون بالحارة ما عاد لكم بتخبريها لبنتك جابر انت بدي شوفها بدي شقة شقة لانه انت ما خلفتي رجال انت خلفتي حرامة عم تفهمي حرامة في عليك وعلى الخلفة العاطلة الله يلعنكم من العيلة روحوا يا شباب روحوا روحوا قولوا الله يلا روحوا يا خاف لك هذا رجال وين رجولية تبعه شو عمل غير عيال هدي حالك نحن عايش هاتونا كاس مي يا شباب وهجم علينا قدام رجال حارتنا كلها وهددنا انه بده يقتلنا اذا شافنا بالبيت مره ثانيه شو بدنا نعمل؟ اللي شو بدنا نعمل؟ والله خفنا ولولاه ولولا ما حمونا يا سلام خلاص نحن حارتنا زيد طلع حاصر وابني ما بعرف وينه دورنا عليه حكينا بالموبايل ما له عم يرد عليه شو بدنا نعمل دخيله؟ لازم تحمونا انتم والله طفلتنا شوف شوف مطر يا عم تبكي والله والله ما عدنا نعرف شو بدنا نسوي يا سيدي شو بدنا نسوي معنى يا سيدي كل رجال الحارة نبهت عليه انه ما في غير حليم بالبيت ما كان مضبوط يا سيدي والله ولك حل عني يا بنت الجحش يا لاعن
خليك عم تدق له، خليك عم تدق له. اخسر دق له 50 مره لابن الحرام، ما خرج التغطيه. ما انا بالبيت، وين بده يكون هذا ابن الحرام؟ اقسم بالله العظيم صرعتني اليوم. ها صرعتني. مين؟ نجوى. رد عليها. السلام. السلام. لك شو رد عليها؟ شو ما بدي اسمع صوت حدا من العيله يا اخي. ما بصير ما ترد لك يا حبيبي، هي مرتك، بعدين مرتك صغيره بدها شيء، دواء، حليب، بطيخ. رد رد، صار لك 5 ساعات غايب عن البيت، رد. ولك اقسم بالله العظيم رح كسر الموبايل من تحت راسك. صرعتيني، شو بدك؟ انا بخير. بس احنا مش بخير، مش بخير يا جابر. ايه خلصينا من هالاسطوانه هلا، خلصينا. هي عملت مثل ما بدكم ونقبرت انقلعت من البيت. عمي انا منيح. من ساعة ما طلعت هجم علي انا وليد وشلة زهران، وكانوا بدهم يضربونا لولا الحارة. كل اهل الحارة حاموا عنا يا جابر وانت مش هون. وليد؟ وليد الكلب. هجم علينا هو الزهران تبعونه، والحارة كلها عندنا، والشرطة اجت، وحضرتك مش راضي ترد على التليفون. جابر لك الحارة بسرعة. تعيانك شو فينا؟ هلا تفضل. شو؟ طلبوا الشرطة واجت لعندهم على البيت، وفي دورية فتشت عندكم بالبيت. محسوبة. بس ولا لحتى طير عيشته لبيت أبو جابر الكلاب. لساتنا بالرقراق، لسا الصعب ما اجى. أنا فرشيهم هالعيلة الزبالة. عدوا معي. عارفوا عمين يا لهو. ما كان بعيد والله كله اسمه. شو عملتوا لما كنت صغير لهلا؟ اني كنت حاول ما تنفضح العيله، حاولت كثير انه ما تنفضح. ما هو في شيء يخاف عليه. شوفت عيونكم صرنا سيري على كل لسان بالحاره. فيني عندكم طلب صغير، صغير كثير. اماني برقبتكم، لا تستروا ما شفتوا منا. روحكم تستروا ما شفتوا منا. خبروا الكل، وقفوا كل واحد بالطريق، امسكوه وقولوا له بيت ابو جابر في عندهم واحد اسمه بلوعه العيله جابر. ولا تنسوا تقولوا له انه يكونوا مثلي، لانه اللي مثلي بتلحقوا الفضيحه وين ما راح. انا قضيت عمري كله خايف من الفضيحه، بس اللي ما بيخاف ما بتلحقوا الفضيحه. بعد لكم اسماء كثير اذا بدكم، في اكثر من مليون اسم. وسخين، سخين كثير، بس ما صار معهم مثل اللي صار معي. مشان هيك اماني برقبتكم يا جماعه الخير، لا تستروا ما شفتوا منا. بس استروا اللي بدكم تشوفوه منا اليوم ورايح. ابو زين بتستقبلنا كمان عندك بالبيت؟
لو يا جابر بدي بيتك أجوا صادق متذكرة وين البيت؟ متذكرته. تأخذي أمك ونعلة وبنتي تروحي لعنده. بس يا أمي أنا أمي كمال تلي تروحوا لعند أبو زيد. يلا يا جماعة البيت بيتكم، خذوا راحتكم ولا تواخذونا. شريف أبو زين تعال معي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بدك تتراجع يا الله. الله معك اخي، معك بس نتفق من اول. هديني ما بدي اتفق على شيء. وين طاحش جابر؟ هيك ما بيسوى، كل شيء بدك تعمله بدي نحسب له حساب. ولك لاني كنت احسب صار معي اللي صار معي، ما عاد بدي احسب، بطلت ما بحب الحساب ولا الفيزياء ولا التعليق. خلني حيك بدي شوي جابر. حكينا يا زلمه، تعلمها جابر. قسما بالله بخليه يفهم وش الخرايطة. وين وليد؟ والله العظيم ما بعرف. مين في يوم البيت؟ ما في حدا. لك شو ما في حدا؟ مين في بالبيت؟ ما في غير فاديا. دايلة نشوف. فاديا؟ فاديا. خلصي امي، خلصي، قسما بالله بالجلا امك بالجلا. اسمعي خالي، اليوم وليد ابني لك هجم لعنا على بيتنا ومعه شوية زهرة مثل حكايته، تهجم على مرتي وكان بده يضربها لامي، بس اهل الحارة ما خلوه. انا هلا بحسن اعمل مثله واضربك واسحب بنتك من الاراضي، بس انا مشكلتي مو معكم، مو معكم مشكلتي. من يوم ما خطب اختي، من يوم ما خطب اختي وسرق المصاري بهدلني انا وعائلتي وقتل ابي وانا عم بسمع وعم ببكي هسا اكد ما عم بعمل شيء. بس خلص هلا كل شيء بده يختلف، هلا بدك تشوفي كل شيء عم بصير وعم ساكت، وبدك تسامحيني لانه جابر بيعملوا مع زهر. عم تسمعي؟ بيعملوا مع زهر. أبو زين خلي سكين معك، اسمع كمان اسمع. ايه يا فوتو ان شاء الله يعيننا ويعين اهله عليه. لك روح، شو بدنا منه؟ فوت لعندي، فوت لجوا.